هل لديك القدرة على صناعة تقارير تلفزيونية؟ هل تستطيع إنتاج عمل وثائقي قصير؟ هل تحب أن تحكي للعالم عن مجتمعك؟ وهل لديك الشغف لتكون إعلامياً وتبحث عن فرصة لإطلاق أعمالك وتطوير مهاراتك؟ شبكة يمن شباب للإعلام تمنحك الفرصة. يمكنك الآن إنتاج تقرير تلفزيوني، قصة مجتمعية، فلاش هادف، عمل وثائقي قصير، وإرساله إلى برنامج الصحفي على الراديو والتلفزيون يمن شباب. الشروط: ألا تتجاوز مدة التقرير أو القصة 3 دقائق، أن يطابق الحد الأدنى من معايير البث ولم يسبق بثه في مكان آخر. سيتم اختيار أفضل 10 أعمال لبثها في برنامج الصحفي على يمن شباب أسبوعياً. ستمنح القناة أفضل الأعمال جوائز تشجيعية كالتالي: الجائزة الأولى 100,000 ريال، الجائزة الثانية 60,000 ريال، الجائزة الثالثة 30,000 ريال، الجائزة الرابعة والخامسة 15,000 ريال. سيحدد الفائزين لجنة تحكيم من كبار الصحفيين العرب، وسيترشح أفضل 3 أعمال للمنافسة على جائزة العمل المميز للدورة البرامجية: الجائزة الأولى لأفضل عمل 1,000,000 ريال ودورة في مركز الجزيرة للتدريب في قطر، الجائزة الثانية لأفضل عمل 600,000 ريال ودورة في مركز الجزيرة للتدريب، الجائزة الثالثة 300,000 ريال ودورة في مركز الجزيرة للتدريب. كما سيتم تدريب أصحاب أفضل 10 أعمال في اليمن على يد خبير دولي بشهائد معتمدة من القناة ومركز الجزيرة للتدريب. شبكة يمن شباب للإعلام، تأهيل جيل إعلامي متقدم، قيمة نعتز بها.